السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم سلوي للرنطة والطرس. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الرنطة في الكم على شكل قلب، تابع للنسق اللي كنا خدمنا في الفيديوهات السابقة. المهم كما كتشوفوا اخواتي، انا راه الكم زديتو يعني لاقيتو وكففت القياس اللي عندي، وكما تتشوفوا راه الكم ديالي رانا قالبه، يعني الخدمه في الاول راه غادي نبداها مقلوبه على القفه ديالها، عاد من بعد غادي نقلب لكم ونكمل الخدمه. المهم على بركه الله غادي ناخذ خيط مبروم على 3 ديال الشعرات. انتما غادي نمشي وغادي نثبت الخيط دائما في الملاقيه، غادي ندير ضربه في الثوب هانتوما، وهاد الخويط هذا اللي تكون لينا هاد الضريبه غادي نرجع فيها، غادي نرجع في هاد العوينه اللي تكونت ليا بحال درنا السنينه ديال واحد. صافي غادي نشد ثاني في الثوب، غادي ندير الزياده من هاد الخيط هذا وغادي نشد في العوينه الثانيه. غادي نهبط مع هاد جوج عوينات هادو، ها الاولى ها الثانيه، غادي نشد ثاني في الثوب، غندير الزياده وغادي نخدم العوينه الثانيه والعوينه الثالثه. هانتوما اخواتي كما كتشوفوا دابا ولا عندي هرم فيه 3 ديال العوينات، غادي نهبط مع هاد 3 ديال العوينات. هانتوما اخواتي ها الاولى ها الثانيه وهذه هي الثالثه. صافي غادي نشد في الثوب، هانتوما اخواتي مباشره غادي نفتح ثاني الهرم الثاني. هانتوما غندير الزياده وغادي نرجع في هاد العوينه هذه، غنشد ثاني في الثوب، دائما كندير الزياده باش كيكبر ليا الهرم ديالي، ونشد العوينه الثانيه. غادي نهبط مع هاد جوج عوينات، نشد ثاني في الثوب، ندير الزياده ونطلع مع هاد جوج عوينات، ها الاولى هاد الثانيه. صافي غادي نرجع في الهرم العوينه الثانيه والعوينه الثالثه، غادي نشد ثاني في الثوب كما قلت لكم مباشره من بعد فاش نكمل هاد الهرم هذا راه كنبدا الهرم جديد. صافي هانتوما كندير زياده وكنرجع في هاد العوينه هذه، هانتوما بهاد الشكل. صافي كنشد في الثوب تاني وندير الزياده، صافي وكيبقى عندي الخدمه ديالي غاديه بهاد الطريقه هادي. هانتوما اخواتي غير لاحظوا ان راه بين كل هرم وهرم ما كنخلي حتى عوينه، يعني مباشره فاش نكمل الهرم كندوز الهرم اللي من ورا. المهم غادي نخدم واحد المسافه ورجع باش نكمل معكم التطبيق ديالكم. هانتوما اخواتي انا خدمت واحد شويه باش ندير معكم التطبيق. بالنسبه لكم اخواتي راه خصكم تضرب لكم كامل تكملوا عاد باش تبداو في هذه الخدمه اللي غادي نخدم معكم دابا. انتما غادي ناخذ ثاني خيط مبروم على 3 ديال الشعرات، غادي نخلي هذا الهرم الاول وغنمشي للهرم الثاني. غنمشي الاول عوينه اللي هي هذه وغادي نثبت فيها الخيط، غادي نرجع للهرم الاول غادي نهز منه انتما العوينه الاولى العوينة الثانية والعوينة الثالثة. غادي نهبط معها 3 ديال العوينات، ها واحد ها جوج ها ثلاثة. صافي غادي نمشي ثاني العوينة الثانية اللي في الهرم او السطر الثاني، غنثبت الخيط وغادي نرجع في هاد السطر اللي فيه 3 ديال العوينات. صافي غادي نرجع ثاني
مع الخدمه ديالي اللي هي 3 ديال العوينات. هانتوما اخواتي، دابا وصلت القمه ديال الهرم اللي هو السطر الثالث. غادي نرجع مع هاد 3 ديال العوينات. دابا راه ولا عندنا السطر الثالث. صافي، غادي نشد العوينه الاخرى، غادي نرجع مع هاد السطر. هانتوما العوينه الاولى، العوينه الثانيه، وهذه هي العوينه الثالثه. هانتوما اخواتي، هاد الهرم القمه ديالو كنا خدمنا فيه هاد السطر الثالث. غادي نرجع وغادي نشد فيها ثاني عوينه، وهذه هي العوينه الثانيه، وهذه هي العوينه الثالثه. صافي، غادي نشد ثاني في السطر الاول من الهرم الثالث. صافي، وغادي نطلع مع هاد العوينات، هاد الثانيه، هاد الثالثه، العوينه الرابعه، خمسة، هسته. صافي، غادي نرجع مع هاد السطر هذا. دوكا راه ولا عندي السطر فيه 6 ديال العوينات. صافي، غادي نخدم العوينه الثالثه، العوينه الرابعه، العوينه الخامسه، وهذه هي العوينه السادسه. غنمشي للسطر الثاني، هانتوما النهار. صافي، وغادي نطلع ثاني مع هاد السطر، والعدد راه كيبقى هو نفسه 6 ديال العوينات. كنحاول انني نهز الخيط كامل، نزير الضربه باش كتجيني الدرس ديالي واقف وزوين. صافي، غادي نرجع ثاني مع هاد السطر هذا، ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. صافي، غادي نشد في العوينة الأخيرة وغادي نطلع ثاني مع السطر. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة، ها ستة. هانتوما راه بدات تتبان ليكم دابا الشكل ديال الزواق ديالنا أولا ديال الرانطة. صافي، غادي نهبط مع هاد السطر هذا اللي هو السطر الأخير. غادي نخدم هاد 6 ديال العوينات كاملين، العوينة الرابعة، وهذه العوينة الخامسة، هذه العوينة الأخيرة اللي هي السادسة. هانتوما ها هي الخدمة بدات تتبان ليكم، هي بانت لكم على شكل قلب. هانتوما أخواتي، كما تشوفوا راه تتهز لينا 3 ديال الأهرامات. المهم غنتعقل باش نخدم معكم الجزء الثاني. هانتوما غادي نمشي ثاني للهرم الثاني وغادي نثبت فيه الخيط كما درنا في أول مرة. صافي أخواتي، غادي نهز هاد الشعرات بثلاثة. هانتوما غادي نخدم العوينة الأولى. هانتوما وهاد الخيط لي شاط ليا غندوزو من التحت وغادي نخدم عليه. هانتوما العوينة الثانية والعوينة الثالثة، هانتوما بهاد الشكل. صافي، غادي نرجع مع هاد 3 ديال العوينات. غادي نهز تاني العوينة الثانية، كنحاول ان داك الخيط نشدو مزيان باش ما كيتحلش ليا. صافي، غادي نقطع هاد الخيط هذا. صافي، انا دفنتو كنمشو وسط الخدمة. صافي، وغادي نخدم العوينة الثالثة. صافي، غادي نمشي تاني للسطر الثاني، غادي نخدم هاد 3 ديال العوينات كما درنا في الجزء الاول. راه غادي نطبقوا نفس الخدمه اللي درنا تماك، غادي نديروها حتى في هذا اللون هذا. المهم انا غنوريكم الطريقه كيفاش تندفنوا الخيط فاش كيشيط لينا. صافي، والخدمه راه كتبقى هي نفسها. انا دابا كملت 3 ديال الاسطر الاولين، ها الاول، العوينه الاولى،
هي العوينة الثانية وهذه العوينة الثالثة. كما قلت لكم راه هاد العوينه هذه اللي تتكون هنا اللي كنخدموا عليها السطر الثالث راه كنعاودوا نرجعوا نخدموا فيها باش يبقاو ليا هنا ثاني ثلاثه ديال العوينات، يعني كنضرب فيها جوج ديال المرات ديك العوينه. صافي ها العوينه الثالثه باش كيبقى ليا الحساب ديالي مقاد. صافي وكنمشي ثاني السطر الاول في الهرم اللي يوالي. صافي وكنطلع ثاني مع هاد الخدمه هذه حتى كنجيب 6 ديال الاسطر. هانتوما اخواتي هذا هو الشكل ديالها هكا تيجي. المهم انا غادي نخدم معكم واحد المسافه وغادي نرجع باش نكمل معكم الخدمه وغادي نشوفوا كيفاش هاد الخدمه هذه غادي نرجعوها للوجه ديال الثوب. هانتوما اخواتي من بعد ما خدمت واحد المسافه هانتوما هذا هو الشكل ديالها هكا تيجي. المهم نتوما اخواتي راه غادي تكملوا لكم ديالكم حتى لهنايا وعاد باش غديروا هاد الطريقه اللي غادي نكمل بها انا الكم ديالي. المهم انا غادي نشد هاد الكم هذا غادي نقلبه باش يولي لي على الوجه ديالو. هانتوما اخواتي ها هو الكم دابا على الوجه ديالو ولكن الخدمه عندي مقلوبه. هانتوما غادي نتني الخدمه بهذا الشكل هذا. بطبيعه الحال كما قلت لكم نتوما راه غادي تكونوا خدمتوا الكم ديالكم كامل، يعني درتوا بالكم ديالكم كامل. وهاد البدايه اللي انا غادي نبداها راه غادي تبداوها نتوما من هنايا، غير ركزوا معايا اخواتي. المهم غادي نثبت لكم وغادي ناخذ خيط مبروم على 3 ديال الشعرات. هانتوما اخواتي غادي نتني لهاد الخدمه هذه على الحاشيه ديال الثوب. هانتوما شتو على الحاشيه غادي نمشي لذاك الراس ديال الهرم غادي نثبت فيه الخيط. هانتوما بهذا الشكل هذا كنزير وغادي نمشي للعوينه غادي نهز هي واحد الطرف ديال الثوب واحد شويه. صافي فين كنزير هاد الراس هذا هانتوما كنمشي ثاني الهرم الثاني. صافي كنخرج تحت من داك العوينه اللي كتكون في القمه. هانتوما كنهز هاتا هي هانتوما كنهز ديك العوينه هانتوما اخواتي وكنرجع في الثوب كنهز عليه شويه القياس اللي كيتثبت ليا فيه عوينه بحال هكا. هانتوما شو اخواتي صافي كنحاول انني نقاد لهاد الحاشيه هذيك باش كتجيني ديك الخدمه اللي كنت شديت في الاول تجيني على الحاشيه. صافي غادي نمشي للهرم الثالث هانتوما بهذا الشكل. صافي وغادي نمشي ثاني لهاد العوينه هذه هانتوما اللي في الهرم وكنعاود نشد ثاني في الثوب وكنخرج من نفس العوينه غير باش كتثبت ليا هاد الهرم هذا في الثوب. صافي غادي نبقى غاديه بهذه الطريقه وضروري انني كنقاد كما قلت لكم ديك الحاشيه اللي كتكون الفوق باش تجيني مقاده. صافي هانتوما راه كنمشي للقمه ديال الهرم كنشد فيه الضربه الاولى وكنهز واحد شويه من الثوب وكنرجع في نفس العوينه. صافي وكنكرف. صافي غادي نمشي اخواتي ثاني هانتوما كنحاول انني نخشي البره من تحت ديك العوينه باش ما كتجينيش باينه. صافي وغادي نمشي للهرم الاخير. كما قلت لكم نتوما هاد الطريقه راه غادي تبداوها من الاول ديالكم غتكملوا لكم ديالكم كامل وعاد باش غدور. ها نتوما راه كنهز عي واحد شويه ديال الثوب ما كتجيش باينه. صافي وكنقلب الخدمه ديالي بهاد الطريقه. هانتوما غادي نوريكم كيفاش كتجي من اللور. هانتوما هاد الخيوط هادو كيبقاو بهذا الشكل هذا. صافي غادي نجي لهاد الخيط هذا وكنحاول انني ندير واحد العقده. هانتوما بهذا الشكل كنزيرها المهم غير كنثبتو مزيان الخدمه ديالنا باش ما تحلش. صافي ونقطع الخيط ديالي. هانتوما اخواتي هانتوما الراند ديالنا هي بحال هكا ولات دابا على الوجه.
نتوما راه كما قلت لكم غتبداو من هنايا حتى غتكملوا الكم ديالكم كامل، وهذا باش غادي تبداو هذه الخدمه هذه. المهم غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا لهاد الحاشيه من الجنب. غناخذوا خيط مبروم على ثلاثه ديال الشعرات. هانتوما كما تتشوفوا هاد الحاشيه راه الخدمه ديالها كما قلت لكم، نتوما راه غتكملوا الكم ديالكم كامل وغتبداو هاد التضريس هذا اللي غنديروا انا، غتبداوه نتوما من هنايا. يعني نتوما غتكملوا الكم ديالكم عاد باش غديروا هاد الطريقه هذه. هانتوما غادي نمشي بين كل عوينه وعوينه. هانتوما الضربات ديال الثوب غادي نثبت فيها الخيط بهذا الشكل، وغادي نمشي ثاني الثوب غندير عوينه، غنلوي جوج ديال اللويات، غندير سنينه، غنلوح الخيط على شكل دائره بهذا الشكل، وغادي نغلف التغليفه الاولى والتغليفه الثانيه. غنمشي ثاني هانتوما بين الضربه والضربه اللي خدمنا. صافي غادي نرجع غندير هنايا جوج ديال اللويات، ندير سنينه ونغلف عليها جوج ديال التغليفات. هانتوما غادي نمشي ثاني تنتبع الطرف ديال الثوب، ديك البلاصه اللي كنكون خدمت فيها ثبت فيها الخيط ديالي كتكون واحد الفراغ ديال الثوب هو اللي كنخدم فيه. هانتوما اخواتي المهم هذه هي الطريقه. غادي نبقى انا غادي هذه المسافه هذا باش نوريكم كيفاش تجي الخدمه ديالنا. ممكن ما قلت لكم نتوما راه غادي تبداو الخدمه من الاخر. صافي اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الطريز ديالنا. هكا تيجي صراحه راه كيجي طرز زوين، وحتى الشكل ديالو يعني تيجي شي حاجه جديده. وهاد الخدمه هذه راه تابعه كما قلت لكم من السوق اللي خدمنا من قبل. انتم اخواتي حتى في اللبس راه كيجي شي حاجه راقيه وزوينه وشي حاجه مختلفه. المهم اخواتي بالنسبه لهاد الخدمه الا ما بغيتوش تخدموها في بهذه الطريقه هذه، وبغيتو يعني تبقى الراندة على الجهه ديال الثوب يعني شيط على الثوب، فالبديه ديالها راه غتبداوها من الاول يعني بلا ما تقلبوا الثوب، يعني غتخدموها وغادي تبقى على جهه الثوب من هي صافي. وهاد الجناب ديال الاهرامات غدوزوا عليهم سنينات ولا دوزوا عليهم بحال هكا شي حاجه باش كيعطيو الشكل ديالهم زوين. هذا هو الدريز ديال اليوم اخواتي، نتمنى انه يكون عجبكم. شكرا لكم على المتابعه، وما تنساونيش اخواتي من انكم تبارطاجيو الفيديو. ما بقى لي الا نقول لكم خليتكم في امان الله.